فمن وقع في ذلك فعليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه أن يقضي ذلك اليوم، وعليه أن يكفر كفارة. ومما يفسد الصوم الجماع، أن يجامع الرجل زوجته، فهذا من المفسدات الكبار، فمن وقع في ذلك فعليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه أن يقضي ذلك اليوم، وعليه أن يكفر كفارة شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد الرقبة ولا يجد قيمة الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ذلك فإنه يطعم 60 مسكينا، كل مسكين يطعمه بنصف ساعة، نصف صاع وزنه 1.5 كيلو، نصف صاع من طعام أغلب قوت البلد فإنه يكون 1.5 كيلو، فيطعم 60 مسكينا. ومما يلحق بذلك إخراج المني، كأن يستمني بيده أو يتعمد إخراج المني بأي وسيلة، فإن هذا يفسد عليه صيامه، وعليه أن يقضي هذا اليوم، لكن ليس عليه كفارة لأنه ليس مثل الجماع.